أول مجلس أعمال مصري لبناني اللي فيه بنبحث إزاي نقدر نزيد التبادل التجاري من الناحيتين وإزاي نقدر نعمل توازن للميزان التجاري. طبعا إحنا بنشجع القطاع الخاص، بنشجع الصفقات التبادلية ما بين الناحيتين كحكومة. إحنا طبعا مع لبنان كشقيقة صغرى لينا، دي طبعا زيارة احنا بنهتم بها جدا، واحنا بنقدم كل الدعم للبنان سواء طبعا سياسيا واقتصاديا عشان نعدي هذه المرحلة. حجم التبادل التجاري حاليا يفوق حوالي 880 مليون دولار. احنا بنعمل يمكن الخطوة الأولى على توازن الميزان التجاري ما بين الدولتين.